بيان عاجل جدا من وزير الدفاع المصري عن سد النهضة، بننشر لحضراتكم التفاصيل وتحركات مصرية جديدة بعد تعقيد أزمة سد النهضة. وبأمر من الرئيس السيسي، الجيش المصري يواصل جسرا جويا بالطائرات العسكرية مع دولة شقيقة. وبيان هام، مصر نقترب من تنفيذ الحلم النووي مع روسيا. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحية مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وبيان عاجل من وزير الدفاع المصري عن سد النهضة. أكد وزير الدفاع المصري محمد زكي قدرة مصر والجيش المصري على التعامل مع مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية المتعلقة بأمن واستقرار مصر. ووجه الفريق زكي خلال المرحلة الرئيسية المشروع مراكز القيادة التعبوية تيمور 14 والذي ينفذه الجيش الثالث الميداني رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجيش المصري، أكد فيها اعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثالث الميداني. وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية محمد فريق قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض قرارات المنفذة للمستويات المختلفة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات، وكذا اصطفاف مراكز القيادة. المصدر معنا كان من RT. الفريق محمد زكي وزير الدفاع المصري بيؤكد أن مصر والجيش المصري والشعب المصري قادر على التعامل مع مختلف القضايا المحلية والإقليمية، يعني ما يحدث في مصر وما يحدث خارج مصر والمتعلقة بأمن واستقرار مصر. هذا الأمر يعني أعتقد موجه للشعب المصري وموجه للشعب الإثيوبي، أن مصر قادرة على التعامل مع قضية سد النهضة، أو بمعنى أصح إذا لم يكن هناك سلام فالجيش المصري قادر على التعامل مع أزمة سد النهضة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض لخبر آخر، وننتقل للتحركات المصرية الجديدة بعد تعقيد أزمة سد النهضة. وسائل إعلام مصرية أعلنت وصول وزير الري المصري محمد عبد العاطي إلى مدينة كينشاسا في الكونغو لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين على خلفية تعقيد أزمة سد النهضة. أكد عبد العاطي أن هذه الزيارة الهامة تأتي تعبيرا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين في دولة الكونغو. ومن المقرر أن يناقش وزيرا ري مصر وكونغو سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه، كما سيلتقي عبد العاطي وزير الري بعدد من كبار المسؤولين الحكوميين بدولة الكونغو الديمقراطية، وسيتم افتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالكونغو والذي يمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة ومتابعة التغيرات المناخية في الكونغو، والذي ستنعكس أعماله على حماية المواطنين من العديد من الكوارث المناخية والفيضانات المفاجئة. الكونغو كانت قد استقبلت مباحثات بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في كينشاسا بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل. مصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، وأترك لحضراتكم التعليق زي ما في تصريحات يعني عسكرية طلع من قائد عسكري خاص بالقوى العسكرية المصرية، في تصريحات دبلوماسية وتحركات دبلوماسية يعني أعتقد أنها أخيرة لحل موضوع سد النهضة، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. وننتقل مع بعض الخبر آخر، وبأمر من الرئيس السيسي الجيش المصري يواصل جسرا جويا بالطائرات العسكرية إلى دولة شقيقة. القوات المسلحة المصرية أعلنت استمرار الجسر الجوي بين مصر وتونس لإرسال المساعدات الطبية لتونس بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بيان الجيش المصري أوضح استمرار تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي باستمرار جسر المساعدات الجوي بين مصر وتونس لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التي يمر بها الأشقاء في تونس. طائرات النقل العسكرية أقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي لاستخدامها في مواجهة الأزمة الصحية التي تمر بها تونس. ويعبر جسر المساعدات الجوي بين مصر وتونس عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين. وكان قد أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية في مصر متجهة إلى تونس محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. مصدر معانا كان من RT. طبعا يعني تونس وقفت معانا في موضوع سد النهضة لما تقدمت لمجلس الأمن بيعني طلب أو يعني طريقة إدارة لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا. لازم وواجب مصر ما تنساش اللي وقف معاها. مصر دولة كبيرة جدا ولازم نساعد إخواتنا التونسيين في هذه المحنة. تحية طيبة للشعب التونسي وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان هام. مصر نقترب من تنفيذ الحلم النووي مع روسيا. قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية يشهد تطورات ديناميكية إيجابية. أوضح شاكر خلال زيارته لموقع الضبعة مع أليكس ليخاتشوف مدير العام لمؤسسة الدولة الروسية للطاقة الذرية روس أتوم أن الاقتراب من الحلم النووي المصري يمضي بدعم كامل من القيادة السياسية المصرية. ومهما كانت التحديات أمامنا فإن الفريق المصري الروسي المحترف قادر على التصدي لها بفاعلية ونجاح. وأكد ليخاتشوف أن الفريق المصري والروسي يعملان ككيان واحد ويضعان أهدافا كبيرة ويبذلان قصارى الجهد لتحقيقها نتيجة لتلك الجهود. لافتا إلى أن الفريق المصري الروسي تمكن من تسليم كافة وثائق التراخيص والمستندات المطلوبة في نهاية شهر يونيو إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية من محطة الضبعة النووية. من جانبه قال أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إن إنشاء محطة الضبعة النووية يعطي دفعة لاستمرار التنمية الاقتصادية لمصر كما يساعد في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 ويعد حافزا لزيادة الإمكانات الصناعية والسياحية لمصر عامة ولمحافظة مطروح خاصة. من جهته وصف الدكتور ألكسندر لوكشين نائب رئيس شركة روس أتوم للتشغيل الزيارة بأنها مثمرة وفعالة وأن الوفد الروسي قد تمكن من التنسيق مع الشركاء المصريين وتحديد الخطوات التالية نحو إنجاز المهام المستقبلية المحددة. كما تفقد الوفد موقع إنشاء الرصيف البحري بموقع الضبعة يتم الإنشاء من قبل المالك. المصدر معانا كان من صحيفة الشروق المصرية وأترك لحضراتكم التعليق. جينا لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم متقلتش عليكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.